السلام عليكم، أنا علي عز. من لم يعرف ماضيه لم يعرف مستقبله، وكما وعدناكم في الحلقة الماضية أن القائد الرابع هو. السلام عليكم، أنا أنس أحمد عز. نتكلم عن القائد الرابع، اسمه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي. لقبه ذو النورين. ولد رضي الله عنه عام 74 قبل الهجرة، وفاته 12 من ذي الحجة سنة 35 للهجرة. فواته شهد المشاهد كلها مع رسول الله، لكن أثير حول عثمان شبه أنه تخلف في ثلاث مواضع: إليك الشبه والرد. تخلف في غزوة بدر، والسبب أن زوجته رقية كانت مريضة، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يمكث معها، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، إذن لم يتخلف بنفسه. الشبه الثاني أيضا تخلفه عن بيعة الرضوان. الرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه مد يده الأخرى في بيعة الرضوان وقال هذه لعثمان، وهذا فخرا لعثمان. وأيضا فراره في غزوة أحد لما أشيع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فر بعض الصحابة إلى المدينة ومنهم عثمان، ولقد عفى الله عنهم. وتم في عهده رضي الله عنه الفتوحات مثل فتح المينية وخراسان وكرمان وسجستان وأفريقيا وقبرص. وتم إنشاء أو الأسطول بحري لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين. موقف لدهائه في الحروب، جهز جيش العسرة واشترى بئر رومية للمسلمين يشربون منه. بعض صفاته: الكرم والحياء الشديد لين الطبع صبورا، ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنه. شكرا ولا اللقاء. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع القائد الخامس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع السلامة.